طبعا في فصل الصيف كثير نستمتع بوصفات مختلفة تخص المطبخ، خاصة لما تكون الوصفة فيها أشياء كده لذيذة تسرسح القلب، زي لما نتكلم عن الايس كريم، صح يا شيف؟ صحيح. عموما اليوم راح نتعرف مع ضيفنا على وصفة حلى البريوش وحيتكلم معانا بتفاصيل أكثر، لكن في البداية خلينا نرحب بجو سونير شيف جراند منجير. أهلا وسهلا بك، نورتنا شيف إبراهيم، حياك الله. الله يسلمك، وكل عام وانتم بخير وانت بصحة وعافية. إن شاء الله راح نسوي بإذن الله بفرنش توست، الخبز أيوة. الكل يعرفه، يعني ما شاء الله من الأخباز الفاخرة. راح نسوي اليوم وصفتين بإذن الله، راح نسوي وصفة البودينج أيوة بالبريوش، وراح نسوي الفرنش توست على الطريقة السعودية. على الطريقة السعودية. نعم. طيب خلينا كذا مع بعض نطلع مشاهدينا ونشوف إيش هي مقادير الوصفتين. طيب خلينا كذا نتوصف لنا شيف إبراهيم إيش الأشياء اللي حتكون عندنا مع الوصفة السعودية والوصفة الثانية. أنا في البداية راح نسوي البودينج، راح نحتاج حليب، راح نحتاج خبز البريوش وبيض، زبدة، سكر، وبعض الفواكه، التين والبلوبيري، كرز، وبعض المنكهات، وأكيد الآيس كريم. أهم شيء الآيس كريم. أكيد عشان البريد. طيب نبدأ. نبدأ الوصفة أكيد. طبعًا راح نحط 250 ملي حليب، أهم شيء يكون ساخن أو دافي عشان نقدر إحنا نخلط الزبدة معها، برضو نحط كل الزبدة هنا بهذا الشكل، نحط بيضتين، نحط البيضة كاملة، الصفار مع البياض، الصفار مع البياض، حلو، ونحط قليل من الفانيلا عشان الزفر حق البيض. البيض بهذا الشكل، برضو اهم شيء ما حد يخاف من كميه السكر، لانه انا بشوف السكر اسم الله. أي اهم شيء ما حد يخاف مني. اي نحط سكر بهذا الشكل، حلو، تقريبا يعني تقريبا 250 ملي. ممتاز. نخلط ونضرب بهذا الشكل، هذا نخلط كل المكونات مع بعض حتى تتجانس. طيب إذا حطينا حليب سائل وحطينا سكر، زبدة، وشوية فانيليا عشان النكهة. صحيح. وكمان نخلط لين ما تتجانس كل هذه العناصر مع بعض. بالضبط. ممتاز. نتركها على جنب. بس أخلط لك إياها ولا خلاص هي كذا ممتازة؟ خليها على جنب. طيب. كذا شوية مضبوطة. راح نقص خبز البريوش بهذا الشكل، طبعا هو موجود جاهز. اي اكيد انا مجهزه قبل ما اجيكم. هذه انت مجهزها. أيه. بس كمان حتى لبعض السيدات اللي يحبوا انهم يعملوا هذه الوصفه فبيلاقوا احيانا الخبز جاهز في المخابز. صحيح. حلو. صحيح. يا جماعه الريحه. نقطعها بهذا الشكل. طيب ثم بعدين راح نشيل. لا لا ما نشيل اي شيء. اوكي ما نشيل اي شيء، ولكن نقطعها الى كيوبس او مكعبات. ممتاز. اهم شيء تكون متساويه للشكل. حلو بهذا الشكل، وبكل سهولة نضيفها في طبق التقديم. طيب خليني أساعدك، هذه نقدمها هنا كده شوي. بالضبط. بعد ما قطعناها بعد ما قطعنا الخبز مكعبات نبدأ نوزعها في الصحن. صحيح. طيب نقطعها بشكل مستمر عشان تقريبا نعبي الصحن بالكامل عشان يكون مشبع للعين، ونقدر نستخدم برضو الصحون المقاسات الصغيرة للتقديمات، شكلها برضو حصري. كنت أبغى أسألك شيف إبراهيم، يعني أنت جايب نوع معين من الفواكه، طبعا هي على حسب. صحيح. الرغبة. صحيح إن اللي يحب يجرب يحط فراولة أو يحط موز. صحيح. أو غيرها. صحيح. يقدر يحط نوع الفواكه اللي تناسبه، اللي هو يناسبه. أنا طيب. أفضل الكرز، أفضل بعض البلوبيري، وبرضه جايب التين عندي. حلو. يعني التين كمان. وراح نستخدم التمر إن شاء الله في الوصفة الثانية بإذن الله. طيب الحين هذا نسكب عليه الخليط اللي جهزنا. اللي جهزنا. بس نمكس. أي نمكس بشكل مستمر. هو أفضل إنه تكون الحليب يعني ساخن بدرجة حرارة 50 مئوية عشان الزبدة كمان برضو يعني تتجانس مع الحليب والبيض والبعض. ومتكلكع شوي. أيوة بالضبط. طيب ممتاز. نضيف كل المكونات بهذا الشكل. يا سلام. نضيفه بهذا الشكل. مشكلة
لو نحتاج شيء بسيط منها الوصفة الثانية ممتاز نخليها للجنب. هذه فيها كم سعرة حرارية؟ أنا شايفة سكر وزبدة البريوش بحد ذاته هو أصلا هو بحد ذاته سعرة حرارية ضخمة يعني إيه؟ الوصفة هذه ما تنفع. أنا بيعرف وش الفرق بين البريوش وخبز التوست؟ يختلف بعض المكونات اللي موجودة بالبريوش تكون مقلصة في التوست. أيوه. يعني مقلصة بشكل كبير التوست صحي أكثر. البريوش تقريبا عشان ممكن أسوي 500 جرام توست أحتاج 250 جرام زبدة. فهذه المشكلة في الموضوع. هذه المشكلة. فإذا يعني اللي يبغى يغش يعني يعملها بطريقة مختلفة يستعمل التوست. عموما شف اسمح لي نطلع فاصل سريع من بعده نرجع نكمل. رجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين مع شيف إبراهيم حلى البريوش، لكن هذه المرة حيعمل لنا إياها بطريقة ثانية، حيعملها بالنكهة السعودية طبعا، بس عشان كده على السريع نقول لكم وش اللي سويناه. تحكي لنا شيف. أكيد احنا جهزنا البودينج، بودينج بريوش. أيوه. ودخلناها الفرن، بعد ما جهز يطلع بهذا الشكل. ممكن نزينه. شكرا على المساعدة. طبعا بعد ما حطينا الفواكه اللي أيوة. اللي احنا نشتهيها واللي احنا نبغاها طبعا على حسب اختياركم صحيح. وشويه مكسرات كذا ندخلها على الفرن تطلع بهذه الشكل. الطريقه ممكن نحط سكر بودره بهذا الشكل عشان تعطيها اكثر جماليه. ممكن نزينها ببعض المكسرات برضو في مثل الرقائق الجوز الهند المحمصه تعطيها طعم برضو كريسبي ممتاز بهذا الشكل. طبعا هذه الاولى نبدا في الثانيه الأول. نبدا في الثانيه الحين طبعا هذه شكل حلى البريوش الاول اللي عملناها بودينج بريوش. طيب. بودينج بريوش بودينج بريوش اوكي يلا الثانيه جهزنا نفس الخلطه بالضبط بس راح نضيف عليها سينامون بودر او القرفه بودر أيوه. أي. ونخلطها مع بعض عشان تتجانس برضو حلو. هذه اللي هي تكون نكهتها سعوديه النكهه السعوديه بالضبط طبعا. أي. إن شاء الله بتكون لذيذة بإذن الله. هذه قلنا حنعملها هذه اسمها فريش توست. يلا نشوف المقادير يا جماعة مع بعض. هذه مقادير حلى البريوش اللي بالفرنش توست بالنكهة السعودية صارت جاهزة على الشاشة. ايش اللي فرق عن اللي قبل؟ ايش النكهة اللي اعتمدتها بحيث انه يعني تعطينا نكهة مختلفة قريبة للنكهة السعودية؟ التمر نكهة الكليجة بشكل كامل. الكليجة نكهة الكليجة ممتاز. بشكل كامل. أي. التمر عنصر اساسي بمأكولاتنا يدخل بالحلويات والموالح باشياء كثيرة سعودية صحيح فضروري انه يكون حلى البريوش او فنش توست بالبريوش سعودي ممتاز. طيب الحين نتركها تحمر بعد ما غمسناها في الخليط بالضبط. نحطها على النار بحيث انها تتحمر من الوجهين بالضبط. نحط لها ملعقة صغيرة من الزبدة عشان تتقمر يا سلام بالضبط. أنا بس ودي تشم الريحة اللي قاعدة أشمها هنا مع ريحة القرفة المكونات واللوز والآيس كريم كل هذه الخلطات مع بعض طبعا تخلي الواحد كده يشتهي انه يذوق هذا الحلا. فضل معنا دقيقتين يمدينا يلا يلا راح نحضرها. راح نحط الفريش توست بهذا الشكل طبعا كل احد يقدر يعني يشوف مستوى التجمير. في ناس لا يحبوها تكون شوي طريه وفي البعض صحيح. يحبوها تكون كريسبي أكثر. بالضبط تمام. بسم الله راح نحطها بهذا الشكل. ايوه نزينها بالتمر احنا معزومين يا شيف ولا منا بمعزومين؟ اكيد طبعا شوف بنحط لك ورقه انا اشوف رؤى انا اشوف رؤى مستمتعه ما حاولت اصلا هي تعزمنا تقول ابد الله يحييكم شكلك جائعه يا رؤى. الريحه وصلتكم يا جماعه ولا لا؟ انا كنت نايمه صح حلاكم جاهز على فكره وهذا دبس طيب طبعا
يعني خلينا نتكلم شوية عن يعني الملابس الشعبية، بما أننا طبعا قاعدين نتكلم على الأشياء اللي كده فيها النكهة السعودية وغيرها. يلا بنحط الاسكريم وخلص أنا جاهزين صح؟ خلص طيب يلا. وأنا قاعدة بتكلم كده خدوا لقطات جمالية مع حلانة اليوم. إحنا قاعدين نتكلم عن الملابس الشعبية وغيرها في طبعا المحافظات مختلفة، خصوصا في منطقة جازان. يمكن هذا الموضوع أخذ رواج واسع بالتزامن مع المناسبات، زي نتكلم عن الأعياد، وكيف يحرصوا الأهالي من الرجال والنساء والأطفال إنهم يقتنوا هذا النوع من طبعا الأزياء والثياب اعتزازا بتاريخهم وثقافتهم. وطبعا من الأشياء المهمة إنهم هم يحافظوا على اللبس التقليدي. تفاصيل هتلاقوها أكثر في التقرير التالي مع زميلنا عبد الرحمن السلماني. أكيد طبعا تقرير أكثر من رائع، ونشكر زميلنا عبد الرحمن على هذا التقرير. وصارت أطباقنا جاهزة، لو تشوفوا الحلى اللي سويناه طبعا مختلف، اللي هو قلنا بودينج بريوش وعملنا طبعا الفرنش توست على الطريقه السعوديه بنكهه الكليجه. يا جماعه تسلم ايدك يا شيف، اكيد ونشكر تواجدك اليوم معنا وعلى هالوصفه اللذيذه السريعه. يعطيك العافيه. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا. يلا مشاهدينا خلينا نطلع فاصل سريع، من بعده نرجع.